الركلة الحرة يلعب ويعلق محمد عبد المنعم جول 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 جوه جول هدف أول للنادي الأهلي عن طريق مانو مانو عبد الرحمن مانو يلعب هدف أول رايح لمين؟ رايح للكابتن أحمد عبد الظاهر وهدف أول للنادي الأهلي من ركلة حرة وركلة ثابتة في أول خطأ في التمركز من لاعبي فريق مصر المقاصة يلعب لفارس فارس طارق فارس يعلق ويلعب العرضية زيطة النادي الأهلي حط راجل جول 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 جوه جول هدف تاني عن طريق محمد فخري محمد فخري يضع هدف ثاني للنادي الأهلي علشان يرفع رصيده من الأهداف للهدف رقم 12 هذا الموسم هداف البطولة هداف المسابقة محمد فخري بهدف ثاني للنادي الأهلي شكري عدى شكري تمريرة فوزي شكري فخري عايز يصوب يصوب ويسدد حلوة التصويبة جول 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 جوه جول محمد شكري يضع هدف ثالث للنادي الأهلي أهداف حلوة محمد فخري ومحمد شكري ما شاء الله مع شباب النادي الأهلي بيعيشوا حالة فنية جيدة جدا إن شاء الله كابتن عمرو أنور عامل شغل وإضافة كبيرة ليهم جدا ما شاء الله شفنا كمان الهدف الثاني بتاع محمد شكري هدف حلو يعني لمسة واحدة ومحضر نفسه وعلى الطاير لمسة واحدة فما شاء الله من الأهداف الحلوة اللي دايما يعني فريق شباب النادي الأهلي يعني شغالين شغل كويس مع الكابتن عمرو أنور نروح نشوف بقى منتخب الأسبوع منتخب الأسبوع من الناشئين ومن المراعم اللعيبة اللي تألقت خلال الأسبوع اللي فات في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ومعانا منتخب الأسبوع لقطاع الناشئين في حراسة المرمى مروان صلاح مواليد 2004 خط الظهر حسون محمد مواليد 2000 هاني عمرو 2001 وعلاء نبيل مواليد 2000 ومعتز محمد 2005 خط الوسط يوسف عبد الحفيظ مواليد 2005 وأحمد نبيل كوكا 2001 زياد طارق مواليد 2000 عبد الرحمن ممدوح مواليد 2004 وعمر السرساوي 2006 وفي خط الهجوم محمد أبو العمايم مواليد 2005 ده منتخب الأسبوع لقطاع الناشئين أيضا عندنا في منتخب الأسبوع لقطاع البراعم مواليد 2010 و9 و8 و7 و6 في حراسة المرمى يوسف صنديد مواليد 2008 عمر شريف 2010 صالح موسى 2008 عمر محمد 2007 ويوسف محمد 2009 في خط الوسط مروان رمضان مواليد 2008 وصبري نبيل 2009 عندنا تحت المهاجم يوسف حلمي 2008 وزياد ناجح 2007 وعلي محمد 2010 وإسماعيل مصطفى 2010 ده كان منتخب الأسبوع من قطاع الناشئين ومن البراعم كل اللعيبة اللي تألقت خلال الأسبوع اللي فات ودايما بناخد